بن عليه هنا باش يخاف تو خاف باش احقرها وش يمك فيها لا ما نخافش انا اللي كونه اللي ما يتراش فما هما جنود لكن فما جنود هما في نفس الوقت جنود الخفاء لانه معناها عمل جبار اللي تم القيام به منذ أشهر خلت يعني التخطيط يعني التحذير الاستعدادات فما ناس قاعدة تخدم راهو حتى اللي هو في الجبال اليوم عنده دور في الانتخابات هذه تم معناها القيام بالكثير بأعمال معناها اللي هي على الحدود لقطع التواصل بين الإرهابيين ما وراء الحدود داخل التراب الوطني من هم في المرتفعات الأيام الأخيرة كما شفتم فما عملية تم القيام بها هذا لتشكيل معناها ربما بقايا الإرهاب خاطر بالنسبة لنحن راهو الذي تغير لكون المبادرة أصبحت بيد الدولة الأمور يعني ممسوكة من قبل الجيش قوات الأمن الداخلي يعني المبادرة رجع طبعا فما مسألة متاع وقت والوقت هذايا احنا النتيجه نتاعو نعرفوها اللي هو راهو النصر والنتيجه باش تكون لصالح الدوله هذايا الفضل فيه الى نضج الطبقه السياسيه الى نضج المجتمع المدني الى يعني الوعي اللي هو اصبح لدى المواطن احنا نشعر فيه اينما انتقلت اليوم الصباح نلقاو المواطنين اللي هما معناها متكتفين متعاونين مع قوات الامن الداخلي ونقول راهو معناها مش سر اللي كونوا العديد من النجاحات يرجع الفضل فيها الى المواطن راهو المواطن اليوم ولا يفيق اعوان الامن ولا يفيق معناها يعطي المعطيات ولا مقتدي عنده معناها اي حاجه اللي فيها ريبه ولا شبهه راهو قاعد متعاون معاه وهذا الكسب الكبير الارهاب راهو وقت اللي توطن في اي منطقه وقت اللي المواطن ماهوش يعني معناها متعاون مع الدولة احنا هذايا حاجة نفتخر بها ونعتز بها اللي بالنسبة لوطننا العزيز بالنسبة لتونس راهو فما معناها وحدة وفما لحمة بين الجيش الوطني بين قوات الأمن الداخلي والمواطن هذه حاجة أساسية نعم أديتوا يجب الانتخاب اليوم بكل فخر واعتزاز نحن زهرة الربيع العربي بتونس نصطف ونسقيها بهذه التوابير الانتخابية من أجل غد أفضل وسنجتف في الأشواك التي بوطننا تحية إكبار إلى الأمنيين منا وعوان الشرطة والجيش المرابطين على الحدود كمبينات احنا تعرف شنو توا عايشين الفصل الاخير من مهزله
اسمها انتخابات 2014. الناس تشري في العباد ليزي مع مولات الدار المشاهنات، الاعلام طلع احزاب وهبط الاحزاب، وكانه تونس ما عادتش ولاده، كاني تونس ما عادش ولاده. اسمي نزار جميل عبد العزيز، عمل كملاحظ دولي في شبكة انتخابات العالم العربي، وهي شبكة تم تأسيسها سنة 2006 تضم تحت لواها مجموعة من الشبكات لمراقبة الانتخابات في حول العالم. لحد الآن قمنا بمراقبة أكثر من 17 دورة انتخابية في بلدان موريتانيا، اليمن، لبنان، العراق، الأردن. قامت الشبكة منذ أكثر من شهر بتكلم عن المفوضية أو مفاتحة المفوضية الانتخابات في جمهورية تونس، ومشكورة المفوضية قامت باعتماد الشبكة في تونس وقامت بطرح باعتماد مراقبيها. فالشبكة قامت بتجنيد 45 مراقب دولي يقومون بمراقبة الانتخابات البرلمانية في تونس، زائدا راح يقومون بمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس أيضا. هذه المراقبين تم توزيعهم منذ صباح الباكر اليوم قبل الساعة 7، حيث وصل المراقبين للمكاتب الانتخابية ومكاتب الاقتراع قبل افتتاح هذه المراكز، وشاهدوا هذه العملية وقاموا بمراقبة هذه العملية وجمعوا الملاحظات العمومية حول سير عملية الافتتاح وسير عملية الاقتراع لحد الساعة 11، وقريبا راح يكون في عندنا بيان اعلامي راح يتم نشره. اليوم المراكز الاقتراع راح تنقلق الساعه 6 مساء. من الصباح لحد الان نقدر نقول انه بشكل عام انه الاجواء هي مناسبه، والناس فيها لها رغبه في ذهاب لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم، وهذه الرغبه احنا التمسناها وشفناها من قبل الناخبين المتواجدين على هذه المراكز. احنا ثلاثة ملاحظين في السويد، دومينيك، أنا ياسمين، دونك تلاعين فايق. هذه أول مرة نلاحظوا في تونس، وحنا توا معناتها نشوفوا ندوروا شوية في الديفيرون سنتر إلكتورال، نشوفوا شنو هو لي ديفيرونس وزاد شنو هو لي ديفيرونس مع الانتخابات السويدية. واللي توا لاحظناهم معناتها اللي فما برشا مشلم على السكريه نتاع لو فوت، معناتها في الاوراق سو ان بو ترونسبارونت، دونك تنجم فاسيلمون كان ما ريبلي با اسي رابيدمون تنجم تشوف شنو هو صوته، هذيك مشكله. وزاد في لي زورن الصندوق نتاع الانتخابات كومي لي ترونسبارون، زاد حتى هذاك كان الورقه تتحل تنجم تشوف شنو هو صوت العباد، معناتها لو سكري دو فوت اي ان بو ديفيسيل. ومن بعد احنا زاد لاحظنا اللي ديفيرون لوكو عندهم ديفيرون مانيير باش يخدموا، ومش كلهم ظاهرين عندهم لي ميم انستركسيون، خاطر في اللوكال الوحده بالبحر فور اكزومبل ما خليوش الانسي يدخلوا مع السطوش نتاعهم، السطوش لازم يقعد قدام وهم يدخلوا يصوتوا من بعدكش يعرفوا يدخلوا السطوشهم. لهنا بار اكزومبل شفناهم اللي هم خليو الانسي يدخلوا بالسطوش، الوغ كو نورمالمون دابخي لا لوا الكتورال سي با بيرمي. كيف كيف بالتليفونات بار اكزومبل برشا عباد يصوروا في رواحهم كي باش يمشيو ينتخبوا، نورمالمون مفماش حق في التليفون في الداخل. وزاد لو بروبليم نتاع ليزاكريتاسيون، احنا عندنا اون ليزاكريتاسيون الصباح سكي في كونا اون غاتي معناتها لو ديبي، كيفاش اللوكال من داخل الاول كان هم لي زورن سو بيان فيد وشي اختيارات الاوليه قبل ما تبدا فوالا. دونك رسلتنا نسالوا العباد اللي كانوا عندهم ليزاكريتاسيون من قبل، و بور لانستون معناتها الناس الكل قالوا كل شيء لاباس، دونك احنا فرحانين. سيتي بوتي ديتاي ان فان كونت، مي حاجه نجمو نبدلوهم المره الجايه ان شاء الله.